فإذا كنت مع الله ما في مفاجأة إطلاقاً، مفاجآت كلها سارة، خطك البياني صاعد، صعود مستمر حتى عند الموت، يكشف لك مقامك في الجنة فتقول لم أرى شراً قط، لم أرى شراً قط. وأما الكافر المعرض العاصي الفاجر، هذا يصعد صعوداً حاداً ليسقط سقوطاً مريعاً. كلا ثم يطمع أن أزيد، كلا. قال علماء التفسير هذه الأداة لقطع رجاء الكافر عما يطمع فيه من الزيادة، لقطع رجاء الكافر عما يطمع فيه من الزيادة. كلا، لماذا هناك خصم وهناك تدمير وهناك بطش؟ إنه كان لآياتنا عنيدا، يعني يرفضها كبرا. أخواننا الكرام، هناك من يعصي الله ونقول لهذا العاصي تاب الله عليك وألهمك رشدك، هناك من يعصيه غلبة، دققوا، وهناك من يعصيه كبرا. المعصية عن غلبة أهون عند الله ألف مرة من أن تعصيه كبرا. الذي يعصيه كبرا لا توبة له، مصيره إلى النار. أما الذي يعصيه غلبة فتاب العبد وتذلل وبكى ومرغ جبهته في مصلاه وقال يا رب اعف عني، هذا يرجى له المغفرة. يعني في فرق كبير، المعصية واحدة، إنسانان لا يصومان، واحد يعني تغلبه شهوته والثاني يحتقر الصوم، فرق كبير بينهما. قال له ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، يعني أبت نفسه أن يطيع الله، تأبى على الله، استكبر على الله كإبليس تماما. العنيد هو المعاند، كجليس ومجالس، إنه كان لآياتنا عنيدا. وفي أصل اللغة البعير العاند والعنيد هو الذي يحيد عن الطريق ويشرد عن الصواب. بعضهم قال العنيد هو الجاحد، الجحود، تكرمه، تتلطف له، تعطيه، تقنعه، هو يرفض، يرفض رفض الأحمق، رفض اللئيم. وقال بعض العلماء العنيد هو المعرض، الجاحد أو المعرض أو المنحرف أو الذي يرد الحق كبرا، في معاني عنيد، يرد الحق كبرا أو ينحرف عن جادة الصواب أو يجحد الفضل أو يعرض عن الله عز وجل. وقال ابن عباس العنيد المجاهر بعدوانه، المجاهر بعداوته، في إنسان عدو لكنه يظهر خلاف ذلك، في إنسان يظهر أنه عدو، العنيد المجاهر بعداوته، والعنيد المجانب للحق، والعنيد المعرض عن الله، والعنيد الذي تجاوز قدره، جعل نفسه ندا لله عز وجل، رفض أن يطيعه. نعم. والعنيد هو المعزول عن الناس، الذي لا يخالط الناس. ولعل هناك علاقة بين العند وبين الانعزال، الإنسان إذا اعتزل الناس ضاق أفقه وعاش في أوهام باطلة فوقف مواقف مضحكة. أيها الإخوة الكرام، العنيد لها معاني كثيرة، أولها المعرض عن الله والجاحد والمتكبر والمتأبي
والذي يظهر عداوته ولا يخفيها. قل إنه كان لآياتنا عنيدا. الآن سأرهقه صعودا، سأحمله على ما لا يطيق، نعوذ بالله من هذا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والله أيها الإخوة، في آلام بالأمعاء عقب أمراض خبيثة، يقول لي بعض الأطباء الإخوة الآلام لا تحتمل، لا تحتمل، مهما كان الإنسان عنده جلد يفقد صوابه ويعلو صياحه إلى درجة غير معقولة. في آلام بالأعصاب، آلام بالأحشاء، سأرهقه صعودة، كلمة واسعة شاملة جامعة مانعة، يعني قد نحمله ما لا يطيق. أيام الإنسان يرى نفسه في بيته مفضوحا، والفضيحة لا تحتمل. إنسان يرى امرأته تخونه، أحيانا يضربه ابنه، أحيانا يفقد حريته، أحيانا يعذب عذابا لا يطاق، هل تحتمل أيها الإنسان؟ هذا الذي يعاند الله عز وجل، يتأبى على الله، يجاهر عداوته لله، يريد أن يطفئ نور الله، هل تحتمل فعل الله فيك؟ سأرهقه صعودة، أي سأكلفه ما لا يطيق. أحياناً والعياذ بالله في أمراض مزدوجة، دواء هذا المرض يزيد هذا المرض، ودواء هذا المرض يزيد هذا المرض، يقف الأطباء مكتوفي اليدين، ما في حل. تسمعون لا شك من الناس، هناك أمراض آلامها لا تحتمل، هناك حالات من الذل لا يحتمل، ذل. الإنسان أيام يهان في بيته أحيانا، يهان في عمله، يعني كان عليه الصلاة والسلام يعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، وإذا بطشتم جبارين. نعم، فالإنسان حينما يعاند الحق قد يتحمل ما لا يطيق. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قال إنه فكر وقدر. طبعاً هذه الآية لها أسباب نزول ولها عموم، خصوص السبب لا يلغي عموم القصد. عندنا قاعدة، خصوص السبب لا يلغي عموم القصد. لعل هذه الآيات عن الوليد الذي فكر وقدر. قال إنه فكر وقدر. قال بعض علماء التفسير هذه الآية نزلت في شأن الوليد ابن المغيرة الذي فكر في شأن النبي وفيما جاء به من القرآن. قال إنه فكر وقدر، معنى قدر هيأ كلام. قال الوليد والله لقد سمعت منه كلاما. دققوا، ذكي جدا وفصيح. قال والله لقد سمعت منه كلاما، ما هو من كلام الإنس، القرآن يعني، ولا هو من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما يقوله هذا بشر. كأنه آمن، كأنه بقي بينه وبين الإيمان ومضى. يعني هو المشكلة الإنسان المفكر العاقل هو أقرب إنسان للحق، لأنه عقله يعينه على ذلك. الإنسان المثقف العاقل الذكي الذي أوتي قدرة على الإدراك هذا أقرب الناس للحق، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسلم سيدنا خالد قال له عجبت لك يا خالد، أرى لك فكرا، لماذا تأخرت إلى هذا الوقت وأنت مفكر؟ فالوليد كان ذكي جدا وعاقل، قال والله لقد سمعت منه كلاما، ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن،
وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمسمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر؟ فقالت قريش: صبأ الوليد. والله إن صبأ الوليد لتصبأ قريش كلها. هو زعيم، قائد من علية القوم، نجم من النجوم. هؤلاء الكبراء الناس أتباع لهم، فإذا اهتدى إلى الله إنسان كبير في مكانته، في عقله، في علمه، في شخصيته، في حجمه، هذا الذي يهتدي إلى الله له أتباع كثر. فقالوا: والله لقد صبأ الوليد، ولئن صبأ الوليد لتصبأ قريش كلها. وكان يقال الوليد ريحانة قريش، ريحانة قريش يعني من أوجه رجاله، وقارا وعلما وعقلا. فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. فمضى إلينا حزينا. فقال له، يعني مضى إليه إلى الوليد حزينا، يعني يظهر الحزن. فقال له الوليد: ما لي أراك حزينا يا أبا جهل؟ قال له: وما لي لا أحزن، وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك بها على كبر سنك، ويزعمون أنك زينت كلام محمد ودخلت عليه وعلى ابن أبي قحافة لتنال طعاما من فضلهما. أعوذ بالله. فغضب الوليد وتكبر وقال: أنا أحتاج إلى كسرة خبز من محمد وصاحبه؟ فأنتم تعرفون قدر مالي. واللاتي والعزى ما بي حاجة إلى ذلك. يعني استفزوا استفزاز رخيص. والمعرض مهما كان ذكيا ليس بعاقل. وإنما أنتم تزعمون أن محمدا مجنون، فهل رأيتموه يخنق في حالات الجنون؟ قالوا: لا والله. الآن في مناقشة: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر؟ إنكم تزعمون أن محمدا مجنون، فهل رأيتموه قط يخنق؟ قالوا: لا والله. قال: وتزعمون أنه شاعر، فهل رأيتموه نطق بالشعر؟ قال: لا والله. قال: فتزعمون أنه كذاب، فهل جربتم عليه كذبا قط؟ قالوا: لا والله. قال: فتزعمون أنه كاهن، فهل رأيتموه تكهن قط؟ ولقد رأينا للكهنة أسجاعا وتخارجا، فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا والله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الصادق الأمين من كثرة صدقه. فقالت قريش للوليد: فما هو إذن؟ لا مجنون، ولا شاعر، ولا كذاب، ولا كاهن، فمن هو إذن؟ ففكر في نفسه، فكر فكر فكر، تأمل لعله حك رأسه، ثم نظر ثم عبس، فقال: ما هو إلا ساحر. بالنهاية خرج منه أنه ساحر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فهذا قوله تعالى: إنه فكر وقدر، إنه فكر في أمر محمد وأمر القرآن، وقدر في نفسه ما يمكن أن يقال، وقال: إن هو إلا سحر يؤثر. يعني ساحر تعلم السحر من غيره. قال تعالى: فقتل كيف قدر. يعني أنت باليوم تتخذ مئات القرارات، قررت تعمل نزهة ما سرت فيها، قررت تأكل هذا الطعام ما أعجبك، ما مشكلة، تتخذ ألف قرار غلط، أما في قرار واحد
تتخذه غلط بدمرك. مو كل قرار مثل الثاني، في شأن الطعام والشراب والحركة واقتناء مركبة اشتراء بيت، الإنسان يصيب ويخطئ والخطأ يصحح. أما أحياناً الإنسان يرتكب خطأ أيام بجسمه، يعني يأخذ معالجة من دون رأي طبيب، يشل، هي غلطة كبيرة. أحياناً يتكلم كلمة يفقد حريته 10 سنوات، كلمة واحدة. أحياناً يشتري بضاعة غير نظامية يحكم بضرائب تفوق كل أملاكه يفلس. فما كل خطأ خطأ. فقال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. قتل يعني لعن، يعني أبعد نفسه عن الله، يعني أكبر خسارة تصيب الإنسان أن يبتعد عن الله بعمله السيء. أكبر خسارة ينالها إنسان أن يبتعد عن الله نظير عمله السيء. فقتل كيف قدر أي لعن. وفي رواية في تفسير آخر يعني قهر وغلب. أخواننا الكرام، زوال الكون أهون على الله أن تتخذ قراراً بطاعته وتخسر، وأن تتخذ قراراً بمعصيته وتربح. هذه الأيام أمامكم، إنسان يتخذ قرار بطاعة الله لا بد من أن يربح، لا بد من أن يرفع الله شأنه. إنسان آخر ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. يعني الإنسان يفكر بكل شيء إلا أن يكون في خندق معاد للدين. حارب أي إنسان إلا أن تحارب الله ورسوله، حارب كل شيء إلا أن تحارب الدين. يعني من هو الطرف الآخر؟ الله. يعني بتوازى طفل رضيع مع عملاق في الصراع مثلا، ما بتوازى. بتوازى إنسان صغير مع دولة عظمى، إنسان وحيد مع دولة عظمى. فقتل كيف قدر. قال بعضهم قهر وغلب، وقال بعضهم عذب. نعم، قال فقتل كيف قدر. كيف تعجبية، يعني كيف هداه تفكيره إلى هذا الحكم. كثير نحن أحيانا نرى موقف في حمق من إنسان ذكي نقول كيف فكر، ما الذي خطر في ذهنه، كيف وقف هذا الموقف. في كيف تعجبية، هذه كيف تعجبية. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. نعم. ثم قتل كيف قدر أي لعن لعنا بعد لعن، لعنا بعد لعن. يعني أخت أرادت أن تغتصب بيت أخيها، هي قوية أقوى منه، دافع ثمنه ما معه إيصال، اشترى البيت وأخته معا، فاستطاعت أن تأخذ الحكم لصالحها وأن تخرجه من البيت وأن تنتصر عليه، وعنده 14 ولدا وهي عزباء. بعد حين أصيبت بمرض خبيث في أمعائها، ثاني شهر ماتت، وريثها الوحيد أخوها، عاد إلى البيت مع أولاده. يعني أنا أقول لعنها الله ولعنتها الملائكة إلى يوم القيامة. أيام الإنسان يأخذ موقف يلعنه اللاعنون، يلعنه من في الأرض جميعا. هذا نوبل اخترع البارود، شعر بخطأ فاحش أنه الآن كل ما يقع في الأرض عن طريق التفجير والألغام في صحيفته، فكل أملاكه جعلها جائزة لمن يقدم بحث في الإنسانية ينفعها. ومع ذلك كل هذه الجوائز لا تكفر ما فعله حينما اخترع هذه المواد المتعددة.